والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نتكلم أيضا في موضوع كتاب الصيد والذباحة والنحر. ذكرنا الأمر السابع والثامن من الأمور المعتبرة في الذباحة، وكان الأمر السابع خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، يعني إذا ذبح الذبيحة يكون يخرج منها دم بالمقدار المتعارف حال الذبح، وهذا يختلف بحسب اختلاف نوع الحيوان. الطير مو مثل الأغنام، الأغنام مو مثل الأبقار، فالمهم أنه يخرج منها بعد الذبح دم بالمقدار المتعارف. إذا الذابح ذبح الذبيحة ولم يخرج منها دم، مدحل هذه الذبيحة، إذا ذبحها ولم يخرج منها دم، وكذلك لو ذبح أيضا وخرج منها دم قليل، بالإضافة طبعا إلى نوع الذبيحة، الخارج من عندها قليل بسبب انجماد الدم في عروق الذبيحة، أيضا مدحل الذبيحة. هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي. ذكرنا أيضا الثامن، وهو أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة. الذبيحة كنت تتحرك من يذبح الذابح، طير خروف بعد الذبح كون يتحرك بعد تمامية الذبح، يعني بعد أكمال الذبح كون يتحرك الحيوان ولو حركة يسيرة. مثل من الحركة يسيرة، عينه تطرف أو ذيله يتحرك أو يركض برجله يحرك رجله. هذا طبعا إذا شك في حياة الذبيحة حال الذبح، أما إذا لا ما شك ويدري أنه مثلا الذبيحة بعدها حية، ما تشترط هذه الحركة. هل يشترط استقرار حياة الذبيحة أو الحيوان قبل الذبيح؟ كلا، ما تشترط استقرار الحياة، ما يشترط أن تكون حياة الحيوان مستقرة. شنو معنى مستقرة؟ يعني يقدر يعيش مثلا نهار، يوم نهار يعني، أو نصف نهار، مثل هذا الحيوان يعيش نهار أو نصف نهار، هذا معنى استقرار حياة الحيوان قبل الذبح. هل يشترط هذا الشرط؟ كلا، ما يشترط. ماذا يشترط؟ يشترط حياة الحيوان عند قطع الأوداج الأربعة عند الذبح، مو قبل قطع الأوداج الأربعة يشترط استقرار، ما يشترط استقرار الحياة. الحيوان يكون حال الذبح حال قطع الأوداج الأربعة اللي هي المريء والحلقوم والودجان، يشترط أن يكون الحيوان حي عند قطع هذه الأوداج الأربعة ولو شارف على الموت، ولو شارف هذا الحيوان أو أشرف على الموت. مثلا أشرف على الموت، مثلا شخص بيده سكين وإجا فتح بط الحيوان وطلعت أمعاء مصارينة، طلعت شارف على الموت، لكن ذبحه أو قطع الأوداج الأربعة قبل موته، يحل أو ما يحل؟ نعم يحل. صحيح هو مشارف على الموت،
لكن عند قطع الأوداج الأربعة هو حي، وإن كان بطنه مفتوحة وأمعاء طالعة مصارين طالعة. أيضا لو سقط الحيوان من شاهق وتكسرت عظامه وشارف على الموت، لكن الذابح ذبحه لا يزال حي، قبل الموت ذبحه، أيضا هذا حلال. أو مثلا الذئب هجم على الأغنام وانتزع مثلا الرئة مال الحيوان مال النعجة أو قلبها مثلا اللي به حياته، اللي الحيوان العضو اللي به حياته. وأيضا الذج الذابح لحق عليها ذبحها، قطع الأوداج الأربعة وهي لا تزال حية، أيضا هذه تحل. أيضا الحيوان المذبوح من قفاه من هذه الجهة، مو من الجهة الأمامية، مو من جهة المذبح، من الجهة الخلفية، قطع من جهة الخلف، قطع من الجهة الخلفية يعني من قفاه، لكن أوداجه لا تزال باقية بعدها ما مقطوعة، أيضا إذا ذابح وذبحها أيضا تحل الذبيحة. وكذلك المضروب بالسيف والمضروب بالإطلاقات النارية وشارف على الموت، لكن الذابح ذبحها أو قطع أوداج الأربعة قبل أن يموت كذلك أيضا يحل، طبعا مع توفر الشروط السابقة اللي هي يكون الذابح مسلم ذكرناها، الذبح يكون بالحديد مع الإمكان، التسمية، استقبال الذبيحة، استقبال القبلة بالذبيحة، خروج الدم المتعارف، الحركة اليسيرة، هاي اللي ذكرناها. لو أخذ الذابح بالذبح، لو الذابح شرع بالذبح، القصاب بدأ مدد اتجاه القبلة، مدد النعجة، مدد الخروف وبدأ يذبح، شرع بالذبح. اجى شخص آخر بيده سكينة فشق بطن الذبيحة وأخرج أمعاها، أخرج مصارينها، شو وقت مقارنا للذبح؟ مقارنا للذبح يعني القصاب يذبح شرع بالذبح، وإجا شخص آخر بيده سكينة فتح بطن الشاة وأخرج أمعاها، متى حال الذبح؟ تحل الذبيحة لو ما تحل؟ يقول تحل الذبيحة تكون حلال. وكذلك في كل فعل يزهق روح الحيوان حال الذبح، يعني الذابح شرع بالذبح، جاء واحد رمى إطلاقات على بطنها مثلا، تحل أو ما تحل؟ نعم تحل. يقول ولكن الاحتياط أحسن، الاحتياط فيه طريق النجاة، الاحتياط هو أفضل وأحسن بالتأكيد. لا يشترط في حلية لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيان أن يكون خروجها، خروج روحها بذلك الذبح. إذا شرع بالذبح هل يشترط أن يكون خروج الروح مستند إلى الذبح؟ ما يشترط هذا، ما يشترط أن يكون خروج الروح، روح الحيوان مستند إلى الذبح. إذا خروج الروح كان مستنداً لشيء آخر، شلون؟ يعني مثلاً وقع الذبح الشرعي، أجى الذابح ذبح الذبيحة وقطع أوداجها الأربعة، ذبح شرعي كل الشروط متوفرة، لكن بعد ما قطع الأوداج الأربعة الذبيحة سقطت في النار، زحفت وسقطت بنار مثلاً، أو زحفت وسقطت في بئر أو نهر، أو كذلك بعد الذبح وقعت من شاهق من مرتفع وماتت. بهاي الصور اللي ذكرناها الثلاثة، خروج روح الحيوان وزهوق روحه حتى ولم يكن مستنداً إلى الذبح،
يعني مباشرة من ذبحها وقطع الأوداج الأربع سقطت بالنار. خروج روحها لمن استند؟ ما استند للذبح، استند للنار، لكن ذبحها شرعي، ذبحها على الوجه الشرعي حلال. أو سقطت من شاهق وماتت، وكان الموت مستند إلى السقوط مو إلى الذبح، أيضا تحل. فما يشترط أن يكون خروج الروح مستند إلى ذبح الذابح، وإنما حتى لو كان خروج الروح مستند لشيء آخر مثل سقوط في النار، سقوط في الماء، يعني ماتت بسبب من؟ بسبب سقوطها في النار، النار اللي كتلتها، الماء اللي كتلها، مو الذبح، لكن كان الذبح شرعي أيضا تكون حلال في هذه الحالة. لا يعتبر اتحاد الذابح. هل يشترط أن يكون الذابح شخص واحد؟ شخص واحد يجي يذبح الدجاجة أو يذبح النعجة، يذبح الخروف، يذبح البقرة، شخص واحد هل يشترط؟ كلا ما يشترط. عليكم السلام. يصير الاشتراك في الذبح؟ نعم، يجوز وقوع الذبح من أكثر من اثنين، أو من اثنين عفوا، يجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك، على سبيل الاشتراك، يعني اثنين يجون يذبحون ذبيحة، اثنين يمددون النعجة ويذبحونها اثنين مو واحد، الواحد خمتين من عنده هذا أمر مسلم من عنده، لكن لو اثنين ذبحوا ذبيحة اشتركوا يعني صار اشتراك، مقترنين. مقترنين شنو يعني؟ يعني اثنينهم لزموا السكين، اثنينهم بديهم، كل واحد مد ايده، كل الشروط متوفرة، واثنينهم حركوا بايدهم، اثنينهم حركوا السكين فذبحوها، حلال أم حلال؟ نعم حلال. ما يشترط اتحاد الذابح حتى لو اثنين، اثنين على نحو الاشتراك يصير، مقترنين يعني اثنينهم سوية يذبحون، اثنينهم يلزمون السكينة بيدهم ويذبحون يصير، على التعاقب هم يصير، أيضا على التعاقب هم يصير. شلون على التعاقب؟ على التعاقب إما دفعة واحدة أو تدريجا، هذا يسمونه التعاقب. مقترنين يعني معا اثنينهم يذبحون، اثنينهم يلزمون السكينة ويذبحون، هذا يسمونه مقترنين. على التعاقب، على التعاقب إما دفعة واحدة أو بالتدريج. دفعة واحدة شلون؟ يجي الذابح الأول مثلا يقطع المريء، يقطع المريء مباشرة، يجي الشخص الثاني يكمل الذبح، أو الأول مثلا يقطع المريء والحلقوم، يجي الآخر يكمل يقطع الودجين، دفعة واحدة حلال أيضا كذلك. أو بالتدريج، الذابح الأول يذبح يقطع مثلا المريء والحلقوم، يترك الذبيحة ثم بعد ذلك، ثم تفيد يعني فد مدة تفيد التراخي، لكن الذبيحة لا تزال حية. فإجى الشخص الثاني، ثم جاء الشخص الثاني الذابح الثاني وأكمل الذبح، أيضا في هذه الحالة الذبيحة تكون حلال. بالنسبة للتسمية، معلوم أنه إذا الذابح واحد هو يسمي، إذا الذابح أكثر من واحد، اثنين مثلا يذبحون بالاشتراك، مقترنين أو لا مو مقترنين، دفعة واحدة أو بالتدريج، التسمية يكون هنا منين تكون؟ إذا الذابح اثنين أو أكثر، التسمية يكون تكون من الاثنين مو من واحد، يكون اثنينهم يسمون، هذا يقول بسم الله وهذا يقول بسم الله، ما يصير واحد من عندهم يقول بسم الله، إذا واحد قال بسم الله الثاني ما قال بسم الله ما يجزي، هذا ما تحل الذبيحة. ما طول أكو اشتراك في الذبيح كون اثنينهم أيضا يسمون، إذا واحد سمى والآخر ما تسمى، ما سمى
واحد قال بسم الله والثاني ما قال بسم الله، ما تحل الذبيحة. الآن أنتقل للإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا. حازم، الأخ حازم من واسط، يقول ما هي الضابطة في كثير السفر؟ تتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر ما لا يقل عن 10 أيام أو عن 10 مرات. يتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر ما لا يقل عن 10 مرات، عن 10 مرات من 10 أيام. شلون يعني؟ شخص من أهالي كربلاء اليوم راح للنجف ورجع، اليوم راح ورجع، هاي شنو حسبت؟ مرة واحدة، مرة واحدة في يوم، يوم الثاني راح للنجف ورجع، هاي قد صار؟ مرتين، إلى أن 10، ما لا يقل عن 10 فما فوق، 10 11 12 13، على الأقل 10. أو يكون في حال السفر ما لا يقل عن 10 أيام، ولو بسفرتين أو 3. شخص يروح من كربلاء إلى بغداد، سافر أول سفرة بقى 5 أيام، رجع، هاي سفرة واحدة، راح أول يوم ورجع باليوم الخامس، عنده 5 أيام كاملة، 5 نهارات كاملة، رجع، كم سفرة هاي؟ سفرة واحدة، كم يوم بيها؟ 5 أيام. رجع الأسبوع الثاني أيضا راح لبغداد، باقي 5 أيام أيضا، ورجع كمل 5 ورجع، كم سفرة سافر هذا؟ سفرتين، لكن كم يوم بيها؟ بها 10 أيام، صار ما لا يقل عن 10 أيام. أو مثلا شخص يسافر 3 سفرات، السفرة الأولى يبقى بها 4 أيام، السفرة الثانية 3 أيام، السفرة الثانية 3 أيام، إيش قد المجموع؟ 10 أيام، لكن كم سفرة؟ 3. هذا شو يعتبر؟ يعتبر كثير السفر إذا كان عازم على الاستمرار على هذا المنوال لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين. أحياناً الشخص فقط في سنة واحدة يسافر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة بعد ما يسافر، هذا شو يحتاج؟ يكون عنده عزم 6 أشهر من السنة واحدة. إذا شخص لا عنده مثلاً 2 أو 3 أو 4، يكفي في كل سنة 3 أشهر في كل سنة. إذا سنة واحدة يكون إيش قد عنده؟ 6 أشهر. يكون عنده عزم أنه يستمر لمدة 6 أشهر. إذا 2 أو 3 السفر مالته، إيش يحتاج في كل سنة؟ يحتاج 3 أشهر في كل سنة حتى يكون كثير السفر. إذا عدى 8 أو 9 يجمع بين القصر والتمام. طبعاً هذا احتياط وجوبي، ممكن الرجوع إلى فقيه آخر. هناك من الفقهاء من يعتبره كثير السفر اللي عدى 7 8 أو 9، اللي عدى 7 فأقل يقصر، هذا اللي عدى 7 6 5 فأقل هذا حكمه القصر. أبو دريد الشبكي من برطلة عنده 3 أسئلة. سؤال أول يقول ما هي الحالات التي توجب سجود السهو؟ عندنا يجب سجود السهو في موارد،
المورد الأول إذا تكلم ساهيا في أثناء الصلاة، إذا يتكلم متعمدا في أثناء الصلاة حتى ولو بحرف واحد مثل قيما الوقاية، صلاة تعتبر باطلة. إذا تكلم سهوا، افترض أنه مثلا بالصلاة سهو قال ما، تبطل صلاته؟ ما تبطل، هذا عليه سجود سهو، ما طول تكلم ساهيا. إذا تكلم متعمدا حتى لو حرف واحد صلاته باطلة، لكن إذا سهوا ما تبطل الصلاة، عليه سجود سهو. أو أيضا كذلك للسلام في غير محله، سلم لكن ليس في محله، مثلا هو صلى صلاة رباعية بعد التشهد سهى وسلم بعد التشهد في الصلاة الرباعية، هذا السلام في غير محله أيضا هذا عليه سجود. أيضا للشك ما بين الركعة الرابعة والخامسة بعد الدخول في السجدة الأخيرة، شك المصلي بين الركعة الرابعة والخامسة، متى شك؟ بعد السجود في السجدة أو بعد الدخول في السجدة الأخيرة. جدي ابن على الأربعة، خبيصر ابن على الخمسة، ابن على الأربعة ويأتي بالسجود سهو. أيضا لنسيان التشهد، إذا شخص نسي التشهد مثلا التشهد الأخير نساء وسلم وأتى بالمنافي، تكلم مثلا التفت، أيضا هذا شنو عليه؟ أيضا سجود سهو. وكذلك إذا علم إجمالا بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص، أيضا عليه سجود سهو على الأحوط لزوما. سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين، نية طبعا باعتبار أنه عمل عبادي، تكبيرة إحرام ماكو، قراءة حمد ماكو، سورة ماكو، رأسا النية ويسجد، يسجد على التربة. هل يشترط الذكر؟ كلا ما يشترط الذكر، بس الأفضل الأحوط استحبابا يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقعد جالس يجلس منتصب ثم يهوي مرة أخرى للسجود، أيضا يسجد السجدة الثانية ويقعد، بعدها يتشهد ويسلم. السؤال الآخر يقول ما حكم أكل البيضة في البطن الدجاجة الميتة؟ طبعا الدجاجة إذا ماتت تعتبر نجسة، تعتبر لأنه الميتة، تعتبر الميتة نجسة من كل حيوان له نفس السائلة، كل حيوان من الذبحة ويتدفق الدم يجري ميتته نجسة. فإذا شخص مثلا ببيته مربي دجاج فألقى واحدة من الدجاجات ميتة، فطلعت بيضة من عندها شق بطنها أو طلعت بيضة من عندها، هاي البيضة حلال، بيضة في بطن دجاجة ميتة حلال إذا اكتست القشر وإن لم يكن القشر المتصلب. إذا شايفين أنتم إذا واحد فاتح دجاجة أو شايفها، من يذبح الدجاجة إذا الدجاجة بياضة تبيض قسم يكتسب بطنها، مكتس القشر الكالسيوم الأبيض أو الأحمر، وقسم لا بعد غشاء عبارة عن غشاء، يقول اثنين حلال، البيضة المتصلب قشرها حلال، وأيضا اللي كذلك أيضا اللي قشرها لم يتصلب بعد رقيق أيضا كذلك حلال. السؤال الآخر عن شرب الحليب من ضرع الناقة الميتة، إذا الناقة ماتت كانت تحلب وماتت، هذه الناقة طبعا خلنا ناقة نجسة ميتة ما طول ما انذبحت فتعتبر ميتة، هذا اللبن بالتأكيد أنه الضرع راح يكون نجس، الناقة كلها راح تكون نجسة وضرعها أيضا راح يكون نجس أيضا، لكن الحليب في ضرعها طاهر لو نجس؟ يقول طاهر. لماذا؟ دليل، للدليل. سين منهل من كربلاء يقول هل يجوز للزوجة وبنت الأخت أداء الصلاة خلف الزوج وما المسافة الشرعية في ذلك؟ لا تصح صلاة
لا تصح على الأحوط، ليس فتوى احتياط. صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، سواء شرعوا بالصلاة سوية الرجل والمرأة أو لا على التعاقب، معا أو على التعاقب لا فرق في ذلك. على التعاقب سوية يعني اثنين مكبرون تكبيرة الإحرام سوية، الرجل والمرأة اثنينهم صلاتهم ما تصح على الأحوط. على التعاقب مثلا الرجل يصلي تجي المرأة تصلي قدامه، الرجل يصلي مثلا وصلى الركعة الثانية، اجت المرأة صلت قدامه أو صلت بصفه، أيضا صلاتهم اثنينهم ما تصح، وماكو فرق أنه صلاة فريضة أو نافلة، لا فرق في ذلك. وماكو فرق أنه المرأة أمه اللي هي من المحارم، أخته، خالته، عمته، زوجته، ما طول بالغة، ما تصح الصلاة على الأحوط لزوم. إذن ماذا يلزم؟ يلزم إما أنه المرأة تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهة المرأة مكان السجود محاذياً لركبتي الرجل أو أكثر من هذا، أو المرأة تصلي أمامه أو جانبه لكن بيناتهم حائل أو مسافة 4 أمتار ونصف، أكثر من 4 أمتار أو نصف. عبيد عاشور يقول عندي بنات عمرهن 40 يوم، هل يستحب أن أسويهن عقيقة؟ تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أم أنثى، العقيقة ليست بواجب، العقيقة مستحبة. متى يستحب؟ يستحب أن يعق عن المولود كما ذكرنا ذكرا أو أنثى في اليوم السابع، إلا أن يموت قبل الظهر. إذا مات المولود قبل الظهر من يوم السابع ما يتأكد أو ما يتأتى الاستحباب، إذا بعد الظهر بعد الزوال نعم يستحب أن يعق عن هذا المولود. إذن العقيقة في وقت تستحب في اليوم السابع، إلا إذا مات قبل الظهر يعني قبل الزوال فما يتحقق هذا الاستحباب. إذا تأخر ما سوى العقيقة المولود، تأخر لعذر أو لغير عذر، متعمد أو لا أكو عذر، ما يسقط هذا الاستحباب، يعني يوم السابع ما عقوله سواء كان عذر أو ما أكو عذر، ما يسقط هذا الاستحباب، الاستحباب هذا باقي. إذا ما عقوله الصبي إلى أن بلغ، صار بالغ بلغ سن التكليف، هو يستحب له أن يعق عن نفسه. إذا ما عق عن نفسه إلى أن مات يستحب أنه أهله يعقوله. عدي مخلص محمد من كربلاء يقول هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، اللي يغتسل غسل الجمعة مثل اليوم الجمعة مثلا الصبح واحد أو هسه أو قبل الزوال غسل الجمعة، يحتاج من يريد يصلي صلاة الظهر يحتاج أنه يضم للوضوء؟ ما يحتاج، غسل الجمعة يجزي عن الوضوء. وطبعا غسل الجمعة وقته أداء من طلوع الفجر إلى الغروب، كل هذا يعتبر غسل جمعة أداء ويجزي عن الوضوء، وقضاؤه ليلة السبت ونهار السبت القضاء أيضا كذلك يجزي عن الوضوء. مو فقط غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، كل الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء مثل الجنابة والحيض والنفاس وغسل مس الميت يجزي عن الوضوء، والأغسال المستحبة أيضا كلها التي ثبت استحبابها أيضا تجزي عن الوضوء مثل غسل الجمعة والعيدين وعرفة والتروية وغيره. محمد من كربلاء يقول هل يجوز تأخير الصلاة فترة قليلة بعد مجيئي من العمل؟ يجوز التأخير ولكن الأفضل الإتيان بها في وقت فضيلتها،
يعني مثلا صلاه الظهرين، صلاه الظهرين شو كنت وقتها؟ من الزوال للغروب. اذا اخر عن الغروب صار القضاء، متعمد اثم يعتبر. يصير واحد يصلي الساعه بثلاثه مثلا او بالبر اربعه، يصير او يصير يصير، هذا هو وقت الاداء. لكن شو يفوته؟ يفوته وقت الفضيله، وقت الفضيله اللي هو اول الوقت. مثلا صلاة الظهر مثلا وقت الفضيلة مالتها يتراوح بين الوحدة ونص مثلا والثنتين ونص، يختلف اختلاف السنة. فضيلة العصر مثلا يمتد من الوحدة ونص تقريبا لحد ثلاثة ونص، يختلف أيضا باختلاف أوقات السنة. الأفضل أنه يؤديها في وقت الفضيلة، بل أول وقت الفضيلة. علي سعد يقول والدي توفى ومطلوب صلاة وصيام، شنو المطلوب من عندي؟ إذا هو كان تارك للصلاة، ما كان متعمد، كان عن عذر، تارك الصلاة والصوم لعذر، مثلا ناسي، ترك الصلاة مثلا نسيانا أو كان نايم، هنا يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبر الولي أن يقضي ما فاته أبا، إذا كان طبعا فات لعذر، أما إذا متعمدا لا يجب. إذن إذا الأب فاتت الصلاة أو الصوم لعذر، الولد الذكر الأكبر هو اللي يقضي، يجب على الأحوط. إذا متعمد مو واجب عليه. إذا أوصى، إذا أوصى الأب ابنه أوصى بالثلث، قال طلعوا لي الثلث أو من الثلث وقضوا لي الصلاة والصوم عني، يجب طبعا يجب تنفيذ الوصية هذه. إذا ما أوصى، هو تاركه مثلا متعمد وما أوصى، هل يجب على الورثة أولاده يجب عليهم القضاء؟ كلا، واجب عليهم القضاء ولا إخراج أيضا في الجزء من التركة، ما طول هو لم يوصي بذلك. عباس بن كربلاء يقول هل لبس السواد طيلة أيام السنة فيه إثم؟ يكره على المشهور ما بين الفقهاء لبس السواد في حال الصلاة، يكره، لا توجد هناك حرمة. الكراهة متى؟ في وقت الصلاة، يعني حال الصلاة، عفوا، في حال الصلاة يكره أن يلبس الملابس السوداء، ولكن يترجح لبسه حزنا على الإمام الحسين عليه السلام. لبس السواد على الإمام الحسين أمر راجح، يعني مستحب. عبد الزهرة حسن من البصرة يقول أنا اغتسلت غسل الجمعة الصبح، هل يجوز أن أصلي صلاة الظهر بدون وضوء علما أني محافظ على الوضوء؟ ذكرنا قبل قليل أنه غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، ما يحتاج للوضوء، بشرط أنه ما يحدث بحدث أكبر أو أصغر. إذا أحدث تسأل غسل الجمعة وأحدث بالحدث الأصغر، مثلا نام أو تبول أو خرج من عند ريح، هنا يجب عليه الوضوء. أما إذا اغتسل غسل الجمعة مثلا بهالوقت هذا وما باقي شراس صلاة الظهر أو حتى الصبح، لكن بقي محافظا على طهارته، ما يحتاج أنه هنا يتوضأ بعد رأس مباشرة، يقدر يشرع في الصلاة. أحد المؤمنين يقول شخص غير مسلم ذبح شاة مع التوجه نحو القبلة وذكر اسم الله تعالى، فهل تحل الذبيحة؟ يشترط أن يكون الذابح مسلما، فلا تحل ذبيحة الكافر، مشركا كان أم غير مشرك، مطلق الكافر لا تحل ذبيحته، حتى الكتابي وإن سمى. الكتابي المقصود بالنصارى واليهود والمجوس، هم أهل كتاب. هذا الكتابي حتى وإن سمى ذبيحته لا تحل على الأحوط لزومه. أحد المؤمنين يقول وافقت زوجتي على زواجي من بنتي أختها، ومن بعد موافقة أهل البنت وتم العقد تراجعت زوجتي، ما حكم ذلك؟ طبعا لا يصح نكاح بنت الأخت على الخالة إلا بإذنها. إذا واحد متزوج امرأة
ما يصير الزوج بنت اختها، بنت اخت هذه هي المرأة، يعني متزوج الخالة ويريد بنت اختها، ما يصح العقد هذا، ما يصح الا باذن من، الا باذن الخالة. وكذلك ايضا بالنسبة للعمة. سؤال الاخ هنا انه اذا الخالة وافقت، رضت، اذنت وبعدين تراجعت، شنو حكماته؟ اذا تراجعت بعد العقيد، يعني هي اذنت، الخالة اذنت، زوجها، زوج هذه الخالة عقد على بنت اختها، عقد صار عقد شرعي، صارت زوجته، بعد العقد تراجعت، بطلت، سحبت الاذن مالتها، لا اثر له، لا اثر لهذا سحب هذا الاذن او التراجع. اما اذا قبل العقد اذنت الخالة وقبل العقد تراجعت ايضا، هنا يبطل الاذن السابق، يبطل الاذن السابق، يعني يصير بعد يعقد عليها؟ ما يصير بعد، ما يصير يعقد عليها. ام عبد الله من النجف تقول: هل يجزي عن العقيقه التصدق بثمنها؟ لا يجزي عن العقيقه التصدق بثمنها. واحد ما يريد يذبح عقيقة 300,000 دينار الفلوس العقيقة يريد يتصدق بها على الفقراء، يجزي عن العقيقة؟ ما يجزي هذا عن العقيقة. شنو اللي يجزي عن العقيقة؟ الأضحية تجزي عن العقيقة، أما التصدق ما يجزي. إذا شخص ضحي عنه أو ضحوا عنه هذا يجزي أضحية ويجزي أيضا عقيقة. أحد المؤمنين يقول: ما حكم أكل أخوان المولود من العقيقة؟ يكره أن يأكل من لحم العقيقة الأب والد الطفل وكل من يعوله الأب. من اللي يعولهم يصرف عليهم متكفلهم بالمعيشة؟ الأب عادة، مثلا الأخوة، أخوة المولود هو متكفل بمعيشتهم، ذول أيضا يكره لهم الأكل، والأم أيضا كذلك يكره لها، لا سيما الأم، تتحقق الكراهة أو تتأكد الكراهة في حق الأم، بل سماحة السيد يقول: والأحوط استحبابا للأم الترك، يعني بعد الكراهة احتاط احتياط استحبابي أنه ما تأكل الأم من لحم العقيقة. أبو كرار من بابل يقول: ما هي العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟ العدالة المطلوبة بين الزوجات تنقسم إلى قسمين: عدالة على وجه اللزوم وعدالة على وجه الاستحباب. العدالة المطلوبة على وجه اللزوم التقسيم في المبيت، التقسيم في المبيت، إذا واحد بالزوج اثنين أو ثلاثة مثلا أو أربعة، إذا بات عند وحدة ليلة يجب عليه أن يبات عند الأخريات أيضا في كل 4 أيام، يعني إذا متزوج اثنين وبات عند الأولى ليلة، كون الليلة الثانية يبات عند من؟ عند الزوجة الثانية، تبقى ليلتين إلى يضعها حيث ويشاء. إذا متزوج ثلاثة وبات عند وحدة ليلة ايضا عد الثانيه والثالثه ايضا كذلك يجب ايضا ان يبات ليله ليله، تبقى ليله واحده هذه له. واذا كان متزوج اربعه وبات عند واحده ليله، الثلاث الاخريات ايضا الواجب عليه انه ايضا كذلك يبات عدل. هاي العداله المطلوبه بين الزوجات على وجه اللزوم. العداله المطلوبه مو على وجه اللزوم، على وجه الاستحباب، هي التسوية في الإنفاق، يعني المساواة في الإنفاق، المساواة في الإنفاق، يعني إذا هاي مثلا يصرف عليها ملابس وأكل مثلا كذا مقدار، يكون أيضا نفس المقدار يصرفه على الزوجة الأخرى. أيضا الالتفات بين الزوجات، طلاقة الوجه، يعني مو وحدة مثلا يضحك بوجهها مثلا والثاني يكون معبس بوجهه، أيضا هاي العدالة وين مطلوبة؟ مطلوبة على نحو الاستحباب.
تلبية الحاجات الجنسية أيضا هذه العدالة مطلوبة أيضا كذلك على وجه الاستحباب. إحدى المؤمنات من بغداد تسأل تقول ما حكم زواج الفتاة من مذهب الشيعة الإمامية على زوج أو رجل من أبناء العم مع بقائها على مذهبها؟ يجوز زواج المؤمنة من المخالف، يعني المخالف في المذهب غير الناصبي على كراهة، المؤمنة يصير تتزوج من الاسم المسلم المخالف لها في المذهب ولكن على كراهة، إلا الناصبي. الناصبي لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج بالناصبي. الناصبي من ينصب العداء لأئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. متى يحرم هذا الزواج؟ نعم يحرم إذا خيف على هذه المرأة أن يؤدي هذا الزواج إلى الانحراف في العقيدة، أو يؤدي هذا الزواج على عدم أداء الزوجة لوظائفها الشرعية. يعني مثلا يقول لها مثلا سجدة على السجادة، يجبرها أو يكرهها أنه سجدة على السجادة مثلا، ما يخليها تسجد على التربة أو ما يصح السجود عليه مثلا، يجبرها التكفير أنه إلا تكفر تخلي إيد على إيد وهكذا. أم حسين من بغداد تقول ما حكم طلب الصدقة مع الحاجة إليها؟ يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار. الحاجة السؤال يقصد التسول، يعني تعبيرنا يجدي. شنو حكم واحد يتسول؟ هذا الفعل حرام؟ يتسول الشخص أو يجدي حرام لو مو حرام؟ هذه يكره السؤال، يكره السؤال إلا مع الاضطرار. شخص ما عنده أكل يموت من الجوع، يموت إذا ما أكل، هذا اضطرار هنا، هاي ترتفع الكراهة. لكن إذا ماكو اضطرار التسول مكروه. هذا التسول مع الحاجة، التسول من غير حاجة ما محتاج، من غير حاجة عنده فلوس عنده مصرف ويتسول، شنو حكمه؟ قيل بحرمته، قيل بعض الفقهاء قالوا هذا حرام. سمح السيد يقول يذهب إلى أن هذا مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة. نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام، إذا شخص يتظاهر بالحاجة هو ما محتاج لكن الظاهر أنه هو محتاج، يعني لابس ملابس رثة وسخة ما معتني بنفسه يتظاهر بالحاجة هو ما محتاج، نعم هذا حرام عليه. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يقول هل يجوز استعمال الصدقات المعزولة وقت الحاجة؟ المال ما يتعين صدقة بمجرد عزله، يعني إذا أنت عندك فلوس، عندك فلوس طلعت مثلاً 5000 أو طلعت 1000 أو طلعت 10000 عزلتها قلت هاي صدقة، تتعين بالعزل؟ كلا ما تتعين بالعزل، ما تعتبر صدقة. شو وقت تعتبر صدقة؟ إذا سلمتها للفقير. نعم بعض الصناديق مثل صندوق مؤسسة العين بمجرد وضع الصدقة في الصندوق، في صندوق مؤسس العين يعتبر هاي صدقة للفقير، تعتبر صدقة للفقير. أما لا مؤسسة ما مجازة من قبل سماحة السيد مثلا، أو شخص بسوي صندوق ببيته ويخلي بيه صدقة، ما تتعين، ما تعتبر هاي صدقة، ما تتعين بالعزل. إذا ما تعينت بالعزل يصير يتصرف بيها؟ نعم يصير يتصرف بيها. إذا ما تعينت يصير يتصرف بيها، وإذا جرى السنة الخمسية الواجب عليه أنه يخمسها. أما الأموال اللي يضعها مثلا في صندوق مؤسسة العين يصير يتصرف بها بعد؟ كلا، صارت صدقة بعد هنا ما يجوز، كأنه قبضها الفقير بعد ما يصير يتصرف بها. أبو نجم من بغداد يقول هل يجوز للأب أن يفضل
بعض أولاده عن البقية بالعطية، يجوز تفضيل بعض الولد على البعض الآخر في العطية على كراهة. شخص مثلا يهدي أو يعطي أرض الواحد من أولاده، البقية ما يعطيهم، هذا شنو التصرف؟ مكروه. هذا تفضيل بعض الولد على البعض الآخر في العطية مكروه. أو مثلا يشير 10 ملايين الواحد من أولاده ينطيه، يقول له هاي هبة لك، هاي عطية لك، هذا مكروه أيضا، كذلك مكروه. وربما يحرم هذا العمل، مو فقط مكروه، في بعض الموارد يكون هذا العمل حرام. ليش يكون حرام؟ إذا كان هذا التصرف من قبل الأب سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء الموجبة إلى الفساد، راح يصير هذا الفعل حرام. وربما يفضل التفضيل إذا أمن من الفساد وكان هناك خصوصية موجبة لأولوية البعض. مثلا واحد من أولاده مريض ما يقدر يشتغل، البقية يقدرون يشتغلون، أو واحد منهم فقير، البقية لا أغنياء هنا، فالأب يريد يفضل هذا الفقير أو هذا المريض في العطية ينطيه، يقول هذا لربما يفضل التفضيل، لأن هناك موجب لأولوية رعاية هذا الشخص الفقير أو المريض من أولاده. أبو علي الأسدي المطويريج يقول هل يجوز لمن يشتغل في محل أن يبيع بسعر أكثر من السعر اللي يحدده صاحب المحل؟ السعر اللي يحدده المالك لا يجوز للعامل أو الوكيل، ما طول العامل مثابة وكيل عنه أو أجير، الأجير أو العامل ما يصير يبيع بسعر أعلى من السعر اللي يحدده المالك صاحب المحل. وإذا السائل هنا الأخ يقول أني بعت أكثر وأخذت الزائد، أخذته، يصير هذا ما يحل عليك، هذا المال اللي أخذته عليك أنه ترجعه لصاحب المحل. أحد المؤمنين يقول ما حكم ضرب الإبن إذا أدى إلى احمرار الجلد؟ إذا توقف تأديب الإبن على أعمال القوة والضرب، طبعا أتكلم عن الغير البالغ، عن الغير البالغ، طفل غير البالغ، يجوز يضرب الأب هنا؟ نعم يجوز الضربه، والأحوط أن ما يزيد على 3 جلدات، الأحوط لزوما أن ما يزيد الضرب عن 3 جلدات، وبعد أن يكون الضرب برفق. كثير من الآباء من يلزم ابنه يضربه لو يجرحه لو يكسره لو يؤدي احمرار بالجليد لو سوداد، هذا كله حرام على الأب. يضربه برفق بحيث ما يؤدي الضرب إلى احمرار الجلد، إذا أدى الضرب إلى احمرار الجلد هذا يوجب الدية على الأب، يجب على الأب أنه يدفع الدية. هذا بالنسبة لغير البالغ. ضرب البالغ حتى وإن كان لغرض التعديل، يضربه لغرض التعديل، يضرب البالغ، سمع السيد عنده إشكال عنده احتياط وجوبي أنه ما يتضرب. أيها الأب إذا ابنك بالغ فأنت احتاط، لا تضرب هذا البالغ حتى وإن كان لغرض التعديل. محمد الكربلائي من كربلاء يقول متى يجوز للرجل حلق اللحية؟ يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليها على الأحوط لزوم، هم الحلق حرام وكذلك الحلاق أخذ الأجرة أيضا على الحلق، لكن اثنينهم أخذ الأجرة والحلق اثنينهم عند سماحة السيد مبني على الاحتياط، هذا الحكم مبني على الاحتياط وليس فتوى. فأما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. الموارد اللي يجوز فيها حلق اللحية، المورد الأول، 4 موارد. المورد الأول إذا أكره على الحلق، الشخص أكره على الحلق، قال له مثلا العامر قال له إذا ما تحلق لحيتك أنا أسجنك، هذا هنا إكراه على الحلق، يجوز هنا الحلق.
أو اضطر إلى الحل لعلاج، عنده مثلا مرض جلدي بخدوده بالعارضين مثلا، عنده مرض جلدي، الطبيب قال له احلق لحيتك، يصير هنا ما طول مضطر لمرض يصير ايضا الحلق، هذا المورد الثاني. المورد الثالث اذا خاف الضرر على تقدير ترك الحلق، لا تذكرون مثل كبار السن كان ايام وضعه السابق اللي مسوي لحيه لربما يعتقل، فشخص خاف من ابقاء اللحيه حلقها، حلقها بشنو؟ بسبب خوف الضرر، يجوز ايضا في هذا المورد ايضا يجوز الحلق. او كان حرجيا، ابقاء اللحيه عدم حلقها يسبب له حرج لا يتحمل عاده، كما اذا كان ابقاء اللحيه يوجب سخريه ومهانه لا تتحمل، ايضا في هذا المورد يجوز الحلق. احد المؤمنين يقول هل يجوز التصرف في مال الطفل؟ بالنسبه للام، الام الاخ غير الاب والجد لا يجوز لاي شخص ان يتصرف في مال الطفل حتى بالنسبه للام، حتى الام. فلو الطفل عنده فلوس ما يصير امه تاخذ فلوسه وتشتري له ملابس حتى ان كان محتاج الملابس، فلوس الطفل، والطفل محتاج مثلا دفاتر، محتاج الى ايضا محتاج توديه للطبيب، محتاج ملابس، يجوز الام تتصرف؟ ما يجوز الام تتصرف. من اللي يتصرف؟ يتصرف الولي اللي هو الاب، الاب او الجد من قبل الاب هو الذي يتصرف في مال الصبي، لانه الصبي محجور عليه من التصرف، يعني الشارع المقدس منع الصبي بالتصرف بأمواله لقصوره، فهو محجور من التصرف. الأب يتصرف، بمن يتصرف الأب؟ يتصرف بكل شيء ليس فيه ضرر ومفسد على الصبي. إذا الأب تصرف في مال الطفل في مورد فيه مفسد وضرر على الصبي، هذا تصرف الأب منافذ، هذا تصرف الأب منافذ. ليش؟ لأنه بمفسد على الصبي. إذا ما بمفسد، نعم تصرف الأب هذا يكون نافذ، وكذلك أيضا الجد من قبل الأب. أبو نجم الزهيري من الزعفرانية يقول هل يجوز قلي السمك والجري في نفس الإناء؟ بالنسبة للحيوان اللي ما بنفس سائلة، الحيوان مقسم إلى قسمين، حيوان له نفس سائلة وحيوان ليس له نفس سائلة. الحيوان اللي له نفس سائلة يعني من الذبحة الدم راح يتدفق، مثل ما الطيور، الأغنام، الأبقار، من تذبحها أو تقطعها الدم راح يتدفق، هذا شو يسمونه الحيوان له نفس سائلة، هذا ميتته نجسة، ميتته نجسة. أن الحيوان الذي ليس له نفس سائلة مثل السمك، جري وغيره، جراد مثلاً، الذباب، البق إلى آخره، هذا يسمونه الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، يعني من قطعة الدم ما راح يتدفق. لاحظ إذا تقطع السمكة الدم يترشح ما راح يتدفق، مو مثل ما تذبح الدجاجة مثلاً يتدفق الدم، هذا ميتته طاهرة. الحيوان الذي له ليس له نفس سائلة ميتته طاهرة، فهذا السمك والجري أيضا كذلك، الجري لا يجوز أكله لأنه ما بقشر، لكن ميتته شنو؟ ميتته طاهرة، ميتته طاهرة. فإحنا كن فرق بين الطهارة والأكل، فالسمك اللي ما بقشر ميتته طاهرة، اللي بقشر أيضا ميتته طاهرة، لكن شنو الفرق؟ اثنينهم طاهرة ميتته، الفرق انه اللي بيه قشر اللي بيه فلس حلال اكله، اللي ما بيه فلس مثل الجري حرام، فاذا الجري لا يجوز اكله، يحرم اكله ولكنه طاهر، فلا مانع مثلا انه مثلا يوضع في اناء واحد ما راح ينجس الاناء، وكذلك ايضا اذا واحد امسك الجرية وهي ميتة ما راح يتنجس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.